ونسيت مصير الآية من جد الآية أي حتى إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فعندما ينزل الماء من السماء الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين والهواء يتكون من الأكسجين والنيتروجين، عندما ينزل من فوق يمر بالهواء تزداد هذه الخاصية يسموها كهربائيا، واخد بالك، ويصير عندك اثنين، واحد بالزائد واحد بالناقص، وهي في حالتها صغيرة جدا ما تشوفها بالعين. فعندما تنزل للتربة سبحان الله تنفجر عملية الانفجار، تهتز التربة في الأرض، تدخل النيتروجين ويدخل الهيدروجين ويدخل الأكسجين، وبالتالي نحن عملنا عملية أخرى تساوي هذه العملية. تساوي العملية حقت إيش؟ إنك كيف الحصول على هذه الشيء؟ الآية نفسها تطبيق الآية. فأنا نجيب للتربة نضع فيها كمية من هذه، مثلاً طماطم نضع فيها 50 جرام فقط من البوليمر، ها، وبالتالي نحصل على، بدل ما الطماطم عندك تنتج تقريباً في خلال 130 يوم تبدأ تنتج في 45 يوم. وتنتج طبيعي بالكامل. ثلث يعني. لا باستطاعتك تحصل من هذه المادة على أي من مكوناتها، لأنها نظيفة، لا تتغير، لا تتفاعل، لا تتعامل. هذا بالنسبة ليش؟ لهذه المادة. البلورات هذه منين يعني؟ اقتصادياً. البلورات مكوناتها. اقتصادية، من ناحية اقتصادية إن شاء الله نحاول أن تكون في متناول الجميع، تقريباً الكيلوغرام يعني لا يتعدى 32 ريال بأي حال من الأحوال. وانت محتاج 50 جرام فقط لنبتة الطماطم، نبتة الخيار، وتجلس وانت في بيتك تاكل، تحطها في بلكونتك تاكل، يعني شيء هيغير نمط وطرق الزراعة ان شاء الله. تكفي ولا لازم معها التربة نحط عليها؟ لا، مع تربة نحن ما احنا لازم نتقرب الى الطرق التي اوجدها الله في الطبيعة. طبيعي على شكاية تكون طبيعي بالكامل. يعني نص نص لا تحط 50 جرام مع 30 سنتي في 30 سنتي في 30 سنتي، تطلعها برا، تخلط معها 50 جرام وتحط معها اسماد طبيعي وتنزلها مرة أخرى للتربة، وبالتالي تحصل على إيش؟ على شيء طبيعي. دكتور، البلورات تركيبة إيش؟ البلورات هذه كلمة عربية تلها بلورات. أي نعم. البلورات هذه اسمها يسموها بوليمرز باللغة الإنجليزية، ولكن هي في العربية بلور، بلورة، يبلور.